بسم الله الرحمن الرحيم. ناجح الذهبي مترشح للدور الثاني للانتخابات المجالس المحلية عن دائرة جمعية معتمدية الروحية ولاية سليانة. يتمثل البرنامج الانتخابي الذي قدمته في 1. تهيئة وتعبيد المساكن الفلاحية بالجهة لفك العزلة. 2. توفير الماء الساخن للشرب لكافة سكان المنطقة. 3. توسيعة المنطقة السقوية بسد السماطي. 4. الحرص على تعبيد الطريق الجهوية 77 الرابطة بين مكثر والحبيبسة والجهوية بإجمالات الروحية. 5. صيانة المدارس الابتدائية وإحداث فضاءات ترفيه للتلاميذ. 6. تكثيف حصص التزود بمادة العلف المدعم تكثيف حصص التزود بمادة العلف المدعم لفائدة مربي الماشي. 7. الحرص على دعم المرأة الريفية بتوفير موارد رزق. 8. العمل على توفير مواطن شغل لشباب الجهة للقضاء على الهجرة الداخلية. أدعو جميع أهالي المنطقة وخاصة الفئة الشبابية أن يقوموا بدعمي لتحقيق ما يمكن تحقيقه حسب الإمكانيات المتاحة، وأن يقبلوا على مراكز الاقتراع بكثافة الاختيار من ممثلهم. والله ولي التوفيق للجميع لما هو خير للمنطقة بصفة خاصة وللبلاد عامة. وكلنا تونس.